انت حلوه وحابه تكوني احلى، تمحي اثار الزمين والايام، عندك مشكله وبدك تلاقي لها الحل، انا ليلى عبيد بهديكي وبهدي المكتبه العربيه كتاب طبيعه اجمل من حواضر البيت وخيرات الطبيعه، وكتاب خلطات شرقيه من سحر الشرق وعبق تاريخ بلداننا العربيه، بقيت ملونه من وصفات جماليه للمراه الشرقيه، يا احلى ما قيل بالحسن والجمال وجاذبية الزمان. سبيشال ميوركس بينتظروها كتار، وكتار بيكونوا عم بيفتشوا كيف يكونوا الأجمل، وكيف يكون عندهم التسريحة الأجمل، وكيف يكون عندهم أجمل طلة مع أحلى ديزاينرز من لبنان ومن العالم. هالجائزة العالمية ابتدت تكون بانارابل لحتى تكون متميزة ومتميزة عن كل الجوائز يلي منشوفهم بالعالم، لأنه كان في حرص من دكتور زاهي وفادي حلو لحتى تكون هالجائزة متميزة. حملتها كبيرة ولكن حمل كتير بيتمنى كل شخص يحمله ويسيم لإله لنجاحه. قدر كتار إنه يحققوا هالنجاح ووصلوا بنجاحاتهم من خلال الميوركس. نحن اليوم رح نحكي كيف إطلالتك رح تكون للميوركس، كيف تكوني الأجمل لحتى الفاشن بوليس إذا كانوا عم بيشوفوكي ما يقدروا يلاقوا أي شيء. نحن اليوم رح نتلقى اتصالاتكم، ولكل اللي بهمهم يكونوا بالميوركس وكيف يطلوا رح نحكي عن أمور كتيرة. خلينا نبتدي اليوم. الساعة 6 موعد للريد كاربت. هالريد كاربت يلي كتار بحبوا يوقفوا يتصوروا حدا من دون ما يكون عندهم دعوة للميوركس دور، ولكن يلي عندها دعوة أو حجزت موقع لإلها وهيدا الشيء بيكون عنده أهمية كتير، لأنه مجرد ما نقول ميوركس دور عم نحكي عن فخامة، عم نحكي عن جمال، عم نحكي عن إطلالات متميزة. اللي حيكون في إعلان كتير، ولكن اللي حيكون في طلة لإلك لحتى تبقي تقولي أنا كنت الأجمل. ولكن المرافق هالشاب يلي له دور كتير كبير حدك كمان له دور، ونحن اليوم الميوركس دور هو جمال، هو تفاني لحتى يكون كل شخص عم بيقول كيف بدي يكون أحلى من خلال العمل لإطلالتك. بالبداية بدنا نجرب إنه نفكر إن الريد كاربت باللون الأحمر أي ألوان يلي هي كتير بتشع عليها، بشع عليها اللون الأبيض، اللون الأسود، اللون الأزرق، الأزورو، الألوان المختلفة. لما بيكون في عنا ألوان بيكون في عنا نوع من الرويالتي، لما بنحكي عن رويال كولرز مثل السيلفر، مثل الجولد، مثل البلو، مثل ألوان أحمر تقدر تكون متناسقة مع الريد كاربت. ولكن مش كل الأحمر، في نوع من الأحمر هو يلي بيساعد إنه يكون في عنا طلة حلوة كتير. وهون أنا بقول الفستان يلي رح تلبسيه فكري بالشوز يلي لبستيهم تحتهم لحتى تكوني أنت وماشية عندك مشي مشي فيها نوع من حضور الوقع المشي، لأنه لما بتكوني لبسي شوز يمكن يكونوا كتير حلوين ومش مريحين، بتكون مشيتك صعب أنه نحن نقدر هيك نقشع هالتميز وهالإطلالة. إذا كان في شق بالفستان بدنا ننتبه أنه تكون الشوز كتير ناعمين، وإذا كان مغطى خلينا نعلي ونبين عنا طول حلو كتير. وبزيت الوقت إذا بدنا نحكي عن الإطلالتك بالنسبة للميك اب، خلي الميك اب يكون مركز فيه على الرموش، على الماتوتي. خلينا نستخدم الميك اب المات، الكونتورينج والهايلايتينج الحلو كتير. وبزيت الوقت خلي الحمرة المات تكون كمان مرافقتك، لأنه أكيد بالريد كاربت
الطقس حلو كتير بلبنان، وكل يلي رح يزوروا لبنان للميوريك ستور رح يكونوا كمان بشوق انه يتمتعوا بهالطقس الحلو كتير. الساعة 6 بتكون صار الوقت انه نبلش نحس انه تغيرت حرارة الشمس، وبدنا نحافظ على الميك اب ما يكون زيت من بعد للسهرة يلي رح تكون طويلة شوي. وصولاً للقلم الكحلي اللي منحطه جوات العينين، بدنا نجرب انه ما نقرب كتير لقدام، لانه خلال السهرة ببلش يقرب اكتر وبتعرق العين، وهون منبلش نشوف انه في نوع من هيك العين ما بتضلها نات، وهذا الشيء بدنا ننتبه له. دايما ناخد تقريبا نص سنتي من اول العين ونبلش نحط القلم داخل العين. أما بالنسبة للشعر، قد ما فينا نبعد عن السبريز، قد ما فينا ما نستخدم كتير الإكستنشنز اللي بيعطوا ضخامة كتير بالرأس، وهيدا الشيء قد ما فينا نكون سيمبل ونكون فريش رح نكون نحنا الأجمل. بالنسبة للجولري يلي عندها مجال انها تكون مستخدمة الألماز او الذهب حلو كتير، ولكن انا بقول للكل صار الفو بيجو عنده قيمته كتير كبيرة لما بنعرف ننسقه مع الدراس يلي نحن لابسينه. وبزيت الوقت اذا كان الشخص يلي عم بيرافقني انا لبسه لون معين، خلينا ننتبه للنكتاي لحتى تكون النكتاي كمان عندها شوي من هيك التمازج بالالوان بين بعضكم لحتى ما تختلف كتير الالوان. مش بالضروري تكون كتير متطابقه، بس ما يكون في كتير كونتراست. بالنسبه للأقراط أي الإيرينغز، أنا كتير بحب الانتباه إنه إذا كان في قبعة عالي ما نطول كتير، ولكن إذا الكتاف مبين كتير موضة الحلق الطويل يلي كتير بحلي وبيجمل إطلالتك. إلى جانب هالشي كله، أنا اليوم بحب أقول إنه دايماً الجولري تحية للبنان بكل هالديزاينز الكبيرة، ولكن كل ما نكون سيمبل كل ما نكون أجمل. ما نكتر الجولري بكتير إشياء إذا هي ما عم تتناسق مع إطلالتنا. وللميريك ستور بدي أقول شي كتير مهم، إنه دايماً لما بيكون في عنا حديث لنحكي عن إطلالتنا، خلينا نركز دايما إنه هالإطلالة يكون لها دور مش بس لشكر الأشخاص، هي لحتى يكون في حضور تميز واختيار الأشخاص ضمن سيجنتشر معين، شعر ميك اب ودريس، وهيك بيكون في عنا سيجنتشر لإطلالتنا دايما. وبذات الوقت لما بيكون في عندي ابتسامة، حاول دايما انها تكون طبيعية لان الصورة عم تلتقطك وعم بيتم نشرها. خلينا ننتبه لهالصورة انها تكون دايما فيها الاناقة، فيها الاطلالة الحلوة. ميوريك ستور، ميوريك ستور، عودة للام تي في، عودة للنجاح، عودة للتألق لكل الفنانات والمتميزين يلي كان لهم دور ببرفورمانس عالي واتشيفمنت عالي. قطع 17 سنة وهيدا الشيء قدر يبرهن انه نحن عنا نوع من التطلع، انه مش بس لحتى نقدر هالفنانين والفنانات والاشخاص اللي عندهم قيم بعملهم، ولكن عنا نظرة لإطلالتنا بهالنهار. وتعودوا الكل انه يشوفوكم حلوين، ونحن دايما منقول لنفسنا انه الإطلالة هي كمان سيجنتشر خاص، مش بس نتكل على الأشخاص اللي بتهتم فينا، خلينا نهتم بحالنا، نضلنا نشبع حالنا، لأنه الجمال هو بالآخر كاركتير وستايل، وناخد من الفاشن a bit of style ونحافظ كتير على الكاركتير. وبزيت الوقت نقول لحالنا صحيح انه الميريك ستور عم يتقدم جوائز لهالاشخاص، رح يكون في لك جائزه، وهيك وعدنا دكتور زاهي ودكتور فادي حلو في جائزه خاصه لطلتك. انتبهي كثير، خليك تكوني عندك هيدا التميز. وما بقدر ما بقدر ابدا ما اقول ثانك يو كارلا، ثانك يو شربل، لانه عن جد في تميز كثير كبير بهالعمل الكبير يلي انا ثاقبت اني رفقته ببعض المراحل. بفتكر انه اللي ناطره كل محطات التلفزيون
اللي ناطر الأشخاص ببيوتها لحتى تتعرف على الأناقة بلبنان، لحتى يتعرفوا على الستايل بالإنهير أند ميك أب، ولحتى يتفرجوا على الإطلالة للديزاينرز الكبار وللجولررز. وهيدا الشيء ما فينا ما نقول إنه الساك والشوز بيلعبوا دور كتير كبير بالتناسق. والأحلى الأحلى بدنا نتمنى لفنانيتنا بلبنان والعالم العربي والعالم كل التوفيق. مبروك للجميع، منشوفكن بالميوريكس دور بكرة الساعة 6 ريد كاربت، ومن عشية اوعى تفوتوا ولا لحظة. نحن دايما بإطلالتكن رح نرجع نحكي عنها كمان بحلقاتنا لحتى نطورها أكثر وأكثر لتصير تشبهك دايما. وبشوفكن.